نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني. تضمنت الدورة زيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم العمل الأمني العربي المشترك خاصة في مجال الإعلام الأمني لما له من أهمية في تشكيل الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات، نظمت الوزارة بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية للكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات. وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت فعالياتها على مدار 5 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء الأمنيين والأكاديميين المتخصصين إلى تنمية وصقل مهارات الكوادر الأمنية العربية في مجال الإعلام الأمني للارتقاء بقدراتهم في التعامل مع المواقف الأمنية ورصد وتحليل الأخبار والتعامل معها وكيفية مواجهة الشائعات. هي الدورة اللي احنا بصددها بتأتي استمرار للتعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والدورات اللي بتساهم في تبادل الخبرات بين الكوادر العربية الأمنية. وزارة الداخلية المصرية دخلت في مجال الوعي سواء على المستوى الداخلي في مؤسسات الدولة أو على المستوى العربي الإقليمي في كيفية نشر الوعي الإعلامي ونشر الوعي القيمي ونشر الوعي الأمني. هذه الدورة تؤكد الدور الريادي لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المصرية في تدريب السادة الضباط من الدول العربية الأشقاء العرب. تضمنت الدورة زيارة ميدانية لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للوقوف على التطبيق العملي لأدوات الإعلام الأمني في رصد وتحليل الأخبار والرد على الشائعات وبث الرسائل التوعوية التي تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي. وأثنى الكوادر الأمنية العربية المشاركة في الدورة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وتميزه في إعداد التقارير والمواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لإبراز جهود الوزارة وأنشطتها والرد على الشائعات والاستفسارات. نشكر جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الداخلية المصرية اللي احنا متواجدين فيها الآن. كمان لازم نشكر مجلس وزراء الداخلية العرب اللي أتاح لنا أنا وزملائي هاي الفرصة حتى نتواجد في الداخلية المصرية حتى نشارك في هذه الدورة ونلتقي مع كوادر الشرطة المصرية من جهة اللي بتعمل في الإعلام الأمني وزملاء العرب الموجودين. كل الشكر والامتنان للكوادر والقيادات العليا في وزارة الداخلية المصرية لمحاضراتهم الثمينة والخبرة اللي رأيناها حسب مجالات متعددة في الإعلام الأمني. قمنا بزيارة قطاع الإعلام الأمني والاستوديوهات حقيقة متطورة، وهنا تنتج في وزارة الداخلية المصرية محتوى إعلامي أمني ذو رسالة قيمة تصل للمجتمع. سعي متواصل من وزارة الداخلية نحو تفعيل آليات التعاون الأمني العربي المشترك وتبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني لا سيما الإعلام الأمني الذي أصبح من أهم الأدوات للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة وإبراز الجهود الأمنية. يتمتع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بإمكانيات تقنية ولوجستية وبشرية كبيرة تمكنه من أداء رسالاته الإعلامية في مواجهة الشائعات وإبراز جهود وزارة الداخلية، وتحرص الوزارة على نقل خبراتها إلى الكوادر الأمنية العربية، وهو ما تؤكده هذه الدورات والزيارات المختلفة لقطاع الإعلام والعلاقات. عبد الله بركات،
التلفزيون المصري.